بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا. الليلة بإذن الله هنتكلم عن رسم الدالة ذات المتغيرين. رسم الدالة ذات المتغيرين عبارة عن أسطح في الفراغ زي ما هنشوف في المحاضرة بتاعتنا. طيب، رسمة الدالة في متغيرين عبارة عن مجموعة جميع النقاط اللي إحداثياتها x y و z، بحيث إن العلاقة كالآتي: z عبارة عن دالة في x و y. الرسمة هتطلع عبارة عن سطح موجود في الفضاء، أي سطح على حسب طبيعة الدالة بتاعتنا. لو بصينا كده، ده شكل عام للدالة بتاعتنا اللي هي z بتساوي f x y. عشان نتصور رسمة الدالة في متغيرين، هنقارن ما بينها وبين الدالة في متغير واحد. هنا رسمة الدالة في متغير واحد، y دالة في x ادتني منحنى بصفة عامة، وهنا رسمة الدالة في متغيرين ادتني سطح بشكل عام. ادي y دالة في ال x، وادي z دالة في ال x وال y. المجال هنا هيبقى على امتداد المحور المستقل من بداية المنحنى حتى نهاية المنحنى، أما المجال هنا هيبقى مسقط السطح على مستوى x و y. المدى هنا هيبقى على امتداد المحور التابع من بداية الدالة من تحت لحد فوق. كذلك برضو نفس الكلام هنا، المدى هيبقى من أقصى شيء من تحت لأعلى شيء من فوق. طبعا هنا المتغير المستقل x بينظره على الدالة النقطة x و y، وهنا المتغيرات المستقلة x و y بتنظرها على السطح نقطة x y و z، نقطة تنتمي إلى المجال. يبقى المجال عبارة عن إيه؟ عن مسقط السطح على x و y. كده بقى احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا ودخلنا على الجد. مجموعة من الأمثلة المختلفة اللي هتوضح لنا كواليس رسمة الدالة في متغيرين، واتفقنا ان رسمة الدالة في متغيرين تطلع لي سطح في الفراغ. كون السطح ده يطلع مستوى او يطلع سطح بشكل عام، ده موضوع هنتكلم فيه. عند المثال الاولاني، دالة في متغيرين اللي هي f بتساوي 6 ناقص 2 اكس ناقص 3 واي. ممكن نستبدل الشكل ده كده ونحط مكانه المتغير زد، بحيث ان زد بتساوي برضو 6 ناقص 2 اكس ناقص 3 واي. هرسمها ازاي؟ مبدئيا كده هنتبع الخطوات التالية. هنختار لأي متغيرين قيم سهلة واحسب منهم المتغير التالت، وليكن اكس واي. اخترت لهم القيم 0، عوضت بيهم في المعادلة هنا، طلعت لي الزد بتساوي 6. يبقى قبل أي شيء أحدد النقطة دي على الرسمة بتاعتي، 0 0 و 6. 0 0 اللي هم القيم اللي أنا اخترتها الـ x و y، و 6 اللي هي النتيجة اللي طلعت. طيب، زي ما اخترت الـ x و y، أختار مثلا الـ x و z وأختار قيم سهلة زي الصفر. هيطلع لي y بتساوي 2. ازاي؟ هنعوض عن الاكس بصفر وعن الزد بصفر، هيتبقى 6 ناقص 3 y بتساوي 0. حل المعادلة دي هيطلع لي ان الواي بتساوي 2. امثل النقطة دي برضو على الرسمة بتاعتي. طبعا لازم النقطة دي تطلع على محور الواي علشان الاكس والزد بيساووا الصفر. ادي الصفر بتاعت الاكس، وادي الصفر بتاعت الزد، وادي الاتنين اللي نتجت عنهم. وبنفس الطريقة اتبقى الحالة الأخيرة، إن أنا أختار قيمة الصفر للواي والزد.
لو حطيت الواي هنا بصفر والزد هنا بصفر هيطلع لي المعادلة 6 ناقص 2 اكس بيساوي صفر. في الاخر حلها هيطلع لي اكس بيساوي 3. امثل النقطة دي على الرسمة اللي هتطلع على محور اكس، لان الزد والواي بصفر والاكس هتطلع ب3. كده اي 3 نقاط يحددوا لي مستوى اوصل ما بينهم. ادي رسمة السطح الاولاني. طب مش عرفني ان هو مستوى، ما جايز يبقى ايه سطح متعرج؟ يعني ليه وثقت ان الشكل ده هيطلع مستوى؟ لان الدالة بتاعتي من الدرجة الاولى، ما فيهاش اي تربيع ولا اي تكعيب. ولسه بنقول ما كانش فيه اي تربيع ولا تكعيب، ادي التربيع ظهرت. بس مش مشكلة، احنا قدها ونعرف نحلها بنفس الطريقة. هختار الاصفار للاكس والواي، فالزد هتطلع بواحد، او ممثل النقطة بتاعتي على المحاور 0x 0y، الزد هتطلع بواحد. هنا بقى اركز شوية واقول لو انا مثلا اخترت الاكس بصفر وعوضت بيها في المعادلة دي، هيطلع لي ان الزد بتساوي 1 ناقص الواي تربيع. نركز على حاجة مهمة جدا، طالما ان الاكس بصفر والمنحنى علاقة ما بين الزد والواي، يبقى المنحنى ده هيطلع في انهي مستوى؟ مستوى الزد مع الواي، يعني مستوى الشاشة اللي انت بتبص عليها. طب المنحنى ده هعرف ارسمه؟ هو منحنى قطع مكافئ او بارابولا. لو مش حافظ ازاي بيترسم مش مشكلة، هعرف ارسمه برضو بالفهم. هختار ان الزد بتساوي صفر. لو الزد بتساوي صفر يبقى الواي عوضنا، لو عوضنا في المعادلة هنا يبقى الواي هتطلع موجب او سالب 1. يبقى في الاخر النقاط اللي انا طلعت بيها ايه؟ ان الاكس بصفر والزد بصفر والواي طلعت لي موجب او سالب 1. ادي النقاط مثلتها في المنحنى في المحاور بتاعتي، وطبعا لازم تقع على محور واي. وبما ان المنحنى واقع في المستوى بتاع الشاشة اللي هو زد واي، يبقى اقدر اوصل ما بين الثلاث نقاط دي كالاتي. دي رسمة القطع المكافئ. كده يبقى احنا خلصنا المهمة بتاعت مستوى زد واي. بنفس الطريقة هتعامل مع المستوى اكس وزد اللي هو عمودي على المستوى زد واي. هختار ان الواي بزيرو، هعوض بيها هنا، فالمنحنى الناتج هيطلع لي زد بيساوي 1 ناقص الاكس سكوير. برضو ده منحنى قطع مكافئ او بارابولا. علشان اتصور رسمته، اتخيل ان الزد بتساوي زيرو، هيطلع لي قيمتين للاكس اللي هو موجب وسالب 1. يبقى الواي بصفر والزد بصفر وعندي الاكس بقيمتين، يبقى دول نقطتين على محور اكس اهو. وناخد بالنا بقى، ده قطع مكافئ في مستوى اكس وزد اللي هو المستوى العمودي على الشاشة. يبقى القطع المكافئ ده هيطلع عمودي على القطع المكافئ ده، كأنه خارج من الشاشة. طيب علشان التصور بتاعنا يكتمل، اوصل هنا النقاط دي ببعضها، الغي بقى كل الحاجات اللي انا كتبتها دي. ادي المنحنى بتاعنا، او ادي السطح، اسف، ادي السطح بتاعنا عبارة عن ايه؟ الشكل اللي انتوا شايفينه ده. لمزيد من التصور، ده الشكل العام للسطح ده. مثال اخر على الدالة التربيعية، هنحلها بنفس الطريقة. الطريقة الاولانية ان اختار الـ x والواي بصفر واشوف الزد تطلع بكام او مطلع باول نقطة. الطريقة التانية ان انا اتعامل مع مستوى زد واي باختيار x بتساوي صفر واشوف ايه اللي هيحصل. هيطلع لي منحنى في زد واي هرسمه. الخطوة التالتة هتعامل مع مستوى x وزد بان اخلي الواي بصفر، هيطلع لي منحنى هرسمه في مستوى زد واكس واوصل واشوف السطح الناتج. ادي الخطوة الاولانية، x وواي بزيرو، لو عوضت بيهم هنا هيطلع لي الزد بزيرو.
ادي المحاور بتاعتي، ادي اول نقطة، نقطة الاصل التلاتة بيساوي زيرو. الخطوة التانية ان هتعامل مع مستوى زد واي بان اجعل اكس بتساوي زيرو، هعوض بيها هنا هلاقي ان الزد بتساوي واي تربيع، رسمة بارابولا او قطع مكافئ. انا مش حافظها، مش مشكلة، هختار قيم للزد اشوف الواي هتطلع بكام، وطبعا مش من الكياسة ان اختار الزد بزيرو لان الواي هتطلع بزيرو، وهنرجع تاني لنقطة الاصل اشوف حاجة تانية، هختار الزد بواحد. لو اخترت الزد بواحد يبقى الواي بتساوي موجب او سالب واحد، يبقى انا كده عندي نقطتين، الاكس بزيرو والزد بواحد والواي بموجب واحد وسالب واحد. همثلهم على الرسمة بتاعتي واخد بالي ان انا بتكلم على مستوى الشاشة اللي هو زد وواي. ادي النقطتين الاكس بزيرو والزد بواحد، الزد اهو ارتفاع الزد بواحد، والواي بسالب واحد من على الشمال وموجب واحد من على اليمين، وهي رسمة قطع مكافئ يبقى وصل بالشكل ده. كده احنا خلصنا من مستوى زد واي. نخش على مستوى اكس زد بان نخلي الواي بتساوي زيرو، اعوض هنا يطلع لي الزد بيساوي سالب اكس سكوير. مش من الكياسة زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان اختار احدهما بصفر، ما احنا هنرجع تاني لنقطة الاصل، وبرضه مش من الكياسة ان انا اقلد المرة اللي فاتت واختار بواحد، لان هنا لو اخترت بواحد الاكس تربيع مش هيطلع، الاكس مش هيطلع لها حل، هيبقى الاكس تربيع بيساوي سالب واحد، ده ما ينفعش. يبقى شغل مخي شوية واختار الزد بسالب واحد، كده الاكس طلع لي موجب وسالب واحد، يبقى انا عندي نقطتين كلاهما الاحداث الواي بتاعهم بزيرو والزد بتاعهم بسالب واحد والاكس بموجب او سالب واحد، والنقطتين في مستوى زد اكس اهم، واحدة على بعد واحد اكس والتاني على بعد سالب واحد اكس، وكلاهما واقعين على بعد سالب واحد زد، تمام. وبرضو الرسمة دي هتطلع قطع مكافئ بالشكل ده. طيب في قطع مكافئ لفوق في مستوى زد واي، وقطع مكافئ لتحت في مستوى زد واكس، المستوى غير المستوى، دي في مستوى الشاشة ودي عمودية على الشاشة. طب انا اتخيل السطح ده ازاي؟ هنا التخيل عالي شوية. المرة اللي فاتت كان القطع المكافئ والقطع المكافئ الاتنين كانوا في نفس المكان، الاتنين كانوا نازلين لتحت، انما دي واحدة طالعة لفوق وفي مستوى والتانية نزل تحت وفي مستوى تاني. السطح الناتج على الشكل ده هيطلع ازاي؟ هيطلع حاجة عاملة بالشكل ده. طب جت ازاي؟ الموضوع عايز تخيل، هنشوف جت ازاي. شايفين القطع المكافئ الاحمر ده بتاع اللي هو في مستوى زد واي؟ اهو اهو، زد بيساوي واي سكوير، زد بيساوي واي سكوير، بغض النظر عن اختلاف السكيل بتاع الرسم، تمام. طب القطع المكافئ التاني اللي هو زد بيساوي سالب اكس سكوير، اهو شوفوا عامل ازاي، اهو تمام. يبقى الزد بيساوي سالب اكس سكوير متعلق بالزد بيساوي واي سكوير، هيجي في كل حته يعمل كده كده كده، هيطلع لي السطح اللي انتوا شايفينه ده. احط المحاور بتاعتي بنفس الطريقه اللي كنت حاططها هنا، ويبقى كده احنا رسمنا السطح ده، والموضوع كان عايز شويه تخيل. واضح من الداله انها رسمه مستوى مش سطح عام، لانها من الدرجه الاولانيه. هو مش تكرار لامثله الدرجه الاولى، لكن في كواليس هنكتشفها الآن. كالعادة f x y ممكن تستبدل ب z y. مجموعة من الأسئلة المحيرة هتطرح نفسها. السؤال الأول، أنت بتقول دي رسمة مستوى، طب ده أنا عندي z بتساوي y، مش دي رسمة خط مستقيم في مستوى z و y؟ الإجابة آه. السؤال الثاني، طب ليه بتقول إنها رسمة مستوى؟ شرفك إنها رسمة مستوى. هنقول انها جيفن في السؤال اف اكس واي داله فيه متغيرين، وطالما داله فيه متغيرين يبقى لازم تطلع لي سطح، وبما انها داله من الدرجه الاولى يبقى هي رسمه مستوى. السؤال الثاني،
انت بتقول انها داله معتمده على اكس على الرغم ان الاكس ما ظهرتش هنا. هقول لك ما هي هو ده التكتيك بقى، ما هي الاكس محطوطه هنا عشان نقول لك ان الرسمه 3 دي علشان نفهمك ان دي مش رسمه خط مستقيم. يبقى هنتعامل على هذا الاساس انها رسمه مستوى مش خط مستقيم، والاكس الغرض منها على الرغم انها مش موجوده هنا انها تبين لي كده، تقول لي خد بالك دي رسمه مستوى مش خط مستقيم. طيب في حاله ان الاكس هنا معطاه هنا ومش معطاه هنا، دي اسمها الميسنج دايمنشن. ده مفهوم بقى، ده الغرض من ده الغرض اللي احنا حطينا من اجله هذا المثال والمثال اللي بعد كده، وده مفهوم مهم جدا. الميسنج دايمنشن هيحل لنا الاشكال ده وهيسهل لنا رسمه المستوى. ازاي؟ هبدا اتعامل عادي على ان دي رسمه خط مستقيم في مستوى زد بيساوي واي، ادي المحاور بتاعتي وادي الخط المستقيم اللي هو زد بيساوي واي، ادي مستوى زد واي وادي رسمه الخط المستقيم اللي هو زد بيساوي واي، عادي جدا مفيش مشكله. طيب ايه دور الميسنج دايمنشن؟ مين الميسنج دايمنشن؟ اللي هو الاكس. دوره انه خدوا بقى احفظوا القاعده دي، انه يمد لي الداله على امتداد المحور بتاعه. اهو الداله كانت خط مستقيم ممكن تمتد على المحور بتاعه قدام الشاشه اهو ورا الشاشه اهو. ليه؟ لان هو مش معتمد عليها، زي ما يكون مكانه عند الاكس بتساوي صفر، عند الاكس بتساوي واحد، عند الاكس بتساوي اتنين. يبقى انا كده حددت المستوى بتاعي. ده مفهوم الميسنج دايمنشن، ان انا برسم في مستوى معين وبعد كده الرسمه اللي هتطلع او مفرده على امتداد المحور بتاع الميسنج دايمنشن. وهنشوف مثال اوضح من ده. اوبا، دي داله بقى عجيبه جدا، ما كانتش كثيرات حدود زي كل اللي فاتوا. طيب اخد بالي من حاجه مهمه جدا كده، الواي كانت موجودة هنا ومش موجودة هنا، إذا الواي ميسنج دايمنشن. اتفقنا نعمل إيه في الميسنج دايمنشن؟ نتعامل عادي على إنها رسمة كيرف في متغير واحد في مستوى واحد، ونقوم ندور على الميسنج دايمنشن ونقوم نمد الكيرف ده على امتداد محور الميسنج دايمنشن زي ما إحنا هنشوف. طبعًا بما إن الواي هي الميسنج دايمنشن، يبقى المستوى اللي أنا هرسم فيه رسمة المنحنى اي اس سالب اكس مستوى زد واكس. رسمة الدالة الاسية معروفة اصلا من السنجل فاريبل، حاجة هتطلع بالشكل ده وهتتقاطع مع محور زد في النقطة 0 0 1. طبعا واضح ليه؟ لان احنا لو عوضنا عن الاكس ب 0 يبقى اي اس 0 ب 1، يبقى الزد هتطلع ب 1. وعشان نفهم انها مش رسمة منحنى، لا دي رسمة سطح، كان لازم هو يحط لي الواي هنا عشان يعرف لي انها دالة في متغيرين، وبالتالي مش هتبقى منحنى هتبقى سطح. وبما ان الواي هي الميسنج دايمنشن، يبقى السطح هيبقى على امتداد محور واي يمين وشمال. احنا هنرسم الجزء اللي على اليمين، ادي مديناه على محور واي، ادي السطح بتاعي اللي عايز ارسمه. اصبح ملناش حاجة للمستوى بتاع زد واكس، نمسحه. ادي السطح اللي هو اف اكس واي بيساوي اي اس سالب اكس. يبقى تاني وظيفة الميسنج دايمنشن انه بيقول لي خد بالك ان الرسمة مش رسمة كيرف، دي رسمة سطح. الوظيفة الاخرى ليه ان احنا بنرسمها رسمة كيرف وعلى امتداده نحول الكيرف الى سطح. ده الهوم ورك بتاعنا. طبعا احنا درسنا المحاضرة دي مش بطريقة ستاندرد، اللي هي مش بطريقة علم السطوح في الفراغ، ومش عايزينها لان ليها معادلات ستاندرد وحفظ والكلام ده. انا كان كل غرضي ان احنا فقط نتصور رسمة الدالة في متغيرين ونعرف انها سطح، ونعرف الفرق ما بين السطح العادي والسطح العام في الحالة العامة والسطح المستوي، ونعرف نرسم بعض الدوال من خلال الفهم. انما موضوع سطوح في الفراغ مش موضوعنا في المالتي فاريبل كالكولس. واتمنى لكم ليله سعيده، والى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.